أصدقائي، واحدة من الميزات الحلوة بهاتف الواي 9S من شركة هواوي هي الشاشة الكاملة. الهاتف ما فيه أي نوتش أي قطع، لكن ضريبة هاي الشاشة الكاملة مثل ما بنعرف هي كاميرا بتطلع من الأعلى، يعني كاميرا موثقة موجودة بنفس جسم الهاتف اللي أنا حاليا عم بصور فيها أيضا سيلفي. الفكرة من الموضوع أنه حتى أنا أقدر أقدم لكم معاينة حقيقية وصريحة وفيها كل التفاصيل، هاي الكاميرا في عليها خوف من موضوع أنه يصير فيها أشكال، يصير فيها مشاكل. هواوي حلت هاي المشكلة من ناحية انها حكت انها بتتحمل وزن لحد 15 كيلو اذا تعلق فيها. انا شخصيا يعني قلبي ما بيطوعني اني احط 15 كيلو، لكن راح اعلق فيها وزن، راح احط الوزن قدامها وارجيكم قديش وزنه ونعمل هالتجربة. اذا تحمل الهاتف بنكمل المراجعة، ما تحمل الهاتف يعني هي بتكون مشكلة هواوي مشكلتي، ومفروض يجيبونا واحد ثاني حتى نعمل فيه مراجعة. خليكم معنا. هاي هي العبوة اللي راح احطها، وزنها حوالي 2.3 كيلو، راح اعلقها على الكاميرا الامامية وخلينا نشوف شو بصير معنا. اول شيء خلينا نتأكد من الوزن بشكل دقيق. هاي لو حطينا هاي تقريبا مثل ما ذكرت هو 2000 حوالي 2.3 كيلو. انا هذا هو الخيط اللي راح يشيلها من هون، وهي الكاميرا الامامية، وهذا هاتف الواي 9S من شركة هواوي. نحط هون نقول الله يستر. صراحة كان تحدي صعب، واذا مهتمين تعرفوا النتائج تابعوا الفيديو للنهاية حتى تشوفوا شو صار بالهاتف، هل تحملت الكاميرا الامامية او لا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي، رجعنا بهذا الفيديو راح نتحدث فيه عن هاتف الواي 9S من شركة هواوي. أول شيء راح أذكر المواصفات بشكل سريع، ثم نحكي ونتحدث عن الهاتف أكثر وأكثر، نحكي لكم مميزات عجبتني فيه وبعض الأمور والملاحظات اللي عندي يا ريت كانت تتغير أو كانت أفضل من هيك، أو هي يعني بعض العيوب اللي بالهاتف. ملاحظة سريعة قبل نبدأ بالمواصفات، تم تصوير تحدي الكاميرا بعد ما صورت الريفيو، يعني الواحد راح يحكي لي انه هاي انت عم تراجع تليفون الكاميرا ما فيها شيء، فتابع للنهايه لتشوف شو صار معي. بدايه خلينا نبدا بالشاشه الجميله بهذا الهاتف. بصراحه الشاشه كامله ما فيها اي نوتش، بدقه فول اتش دي وحجم 6.59 انش، ونوع الشاشه IPS LCD، والهاتف بيجي بنظام تشغيلي اندرويد 9 مع الواجهه التشغيليه تبعت هواوي الايموشن يو اي 9.1، يعني انت ما عندك مشكله من ناحيه موضوع جوجل، فالهاتف بدعم كل خدمات جوجل لانه ما اخذ ترخيص من قبل ما تصير المشكله اللي بين هواوي وجوجل. بالانتقال للسي بي يو او المعالج، بيجي مزود بمعالج الكيرن 710F، هو معالج للفئات المتوسطة. أما الذواكر بالهاتف فبيجي مزود بذاكرة 6 جيجا بالإضافة لمساحة تخزينية 128، وفيك تزيدها لحد 512 عن طريق الذاكرة الخارجية. يعني عمليا بهيك هاتف أنت ما رح تعاني بمشكلة بالتنقل بالتطبيقات، وبنفس الوقت كذاكرة تخزينية أو مساحة تخزينية ما عندك أي مشكلة. بصراحة 128 يعني كل الهواتف حتى الفلاج شيب بكفيها، فما بالك بهاتف متوسط وفيك تضيفها عن طريق المنفذ الخارجي للذواكر. الكاميرات أصدقائي وبشكل سريع، عندنا 3 كاميرات. الكاميرا الأساسية بتيجي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 اللي بتسهل وبتعطيك عزل جميل. طبعا أنا عم بحكي عم نشوف أكيد الكاميرات معنا والتصوير تبعهم، بالإضافة لكاميرا عريضة ألترا وايد، أنا يعني من عشاق تصوير الكاميرات العريضة، تيجي أيضا بدقة 8 ميجا، والكاميرا الأخيرة هي كاميرا تبع الدبث. الآن خلينا ننتقل لنشوف تجريب كاميرا السيلفي والكاميرا الخلفية من ناحية الفيديو والصور أكيد شفنا. مثل ما خبرتكم أصدقائي، التصوير الآن من نفس كاميرا الواي 9S، كاميرا الأمامية اللي هي بتطلع الكاميرا المنبثقة، هاي المنظر، هاي الإضاءة، هاي الألوان، حتى الصوت من نفس المايك. هاي كاميرا السيلفي اللي عاجبني فيها بصراحة زاويتها تعتبر عريضة، هاي أنا مد إيدي على الأخير بصراحة قسم منيح مبين مني، أعرض من كثير هواتف حتى هواتف تعتبر بريميوم، فهي حبيت أشاركها معكم أجربها معكم. موضوع الاهتزاز فيها خلينا نحاول نمشي شوي نجرب، يعني كاميرا أمامية بالنتيجة فأكيد ما راح يكون فيها ذاك الثبات، لكن بنفس الوقت بتقضي الغرض وأنا شايفها جميلة، بتصور بدقة فول اتش دي 30 فريم. والآن التصوير من الكاميرا الخلفية بدقة فول اتش دي 30 فريم، بتصور أيضا لحد 60 فريم، لكن أنا بصراحة بحب أصور بهي الدقة. عم نشوف الألوان، معالجة الألوان بشكل فوري،
الفيديو خلينا نحاول نمشي فيه حتى نتأكد من موضوع الاهتزاز. الآن اللي عم بنصور فيه هي الكاميرا العادية وليست العريضة، شايفين الألوان كيف، الصوت من نفس المايك. حنحاول نجرب نشوف هل في عزل، نحاول نفوكس على هاي. شوف هاي كاميرا هاتف متوسط يا جماعة، بصراحة أنا عجبني كثير هاي الحركة. الآن خلينا ننتقل للزاوية العريضة، هاي الزاوية العريضة عم نشوف هاي التجربة الكاملة لها. نحاول الآن نمشي بشكل أسرع. نرجع للزاوية العادية، هاي مثل ما شايفين. فكرة العزل بالفيديو أنا بصراحة كثير بتعجبني، إنك تعزل بالفيديو شيء جميل، لأنه بصير أنت عم تشتغل بكاميرات احترافية. مثل ما شفنا أصدقائي أداء الكاميرات لطيف جميل. بالنسبة للتصوير الليلي أيضا مثل ما عم نشاهد في عنا هاي الصورة صورتها بالليل، أعطاني أداء جيد. برجع بحكي لهاتف متوسط أنا عجبتني الكاميرات. الآن هون بما أنه عم نحكي عن الكاميرات خليني أحكي شغلة حلوة كثير. يعني بهواتف الفلاجشيب من هواوي أنا سبق حكيت بفيديوهات كانت عندي مشكلة كثير كبيرة بالنسبة للسوشيال ميديا. شفتوا على الانستغرام اللي بيتابعني شاف كيف إنه عندي مشكلة بتأخير بالصوت، أحيانا بيصير فصل. قبل امبارح نزلت ستوري هذا الهاتف وتفاجأت انه ما في اي مشكلة فيه بصراحة، وكثير ناس شافوها وسألوني عن الهاتف انه هل رجعت هواوي زبطت الامور. تفاجأت انا بصراحة انه هاتف متوسط ما فيه اي مشكلة. فبالنسبة للناس اللي خايفين موضوع السوشيال ميديا، الهاتف بيعطيك يعني الخدمات اللي بدك اياها وانت مرتاح وما عندك اي مشكله. انا عم بحكي بالنسبه للستوري بالانستغرام ما صار فيها اي مشكله، صورت 4 أو 5 ستوريات ما فيهم اي مشاكل. واخر شيء بالنسبه للمواصفات قبل ما ننتقل لا يعني الحديث اكثر عن الهاتف، عندنا البطاريه بتيجي مزود ببطاريه 4000 ملي امبير. هون راح انتقل للحديث شوي عن بعض الامور اللي يعنيها ازعجتني بالهاتف. البطاريه ممتازه بصراحه، دامت معي يوم كامل على استخدام ثقيل، يعني ثقيل مو انه مزح، ما في اي مشكله. اخر شيء بالليل شحنتها والامور تمام، لكن تمنيت انه يجي بشاحن سريع. يعني هواوي يعني الرقم واحد بالبطاريات والشواحن، ليش حطيتوا شاحن بطيء؟ هاي الشغله انا كثير ازعجتني. 10 واط بس يعني حرام. طيب الموضوع الثاني بالنسبة للكاميرا الأمامية، كاميرا حلوة عجبتني شفتوا الفيديو، لكن حسيت انه شوي بطيء الخروج والنزول تبع الكاميرا، ممكن كان يكون أسرع. صوتها مو مرتفع، مقبول نوعا ما، بس بفضل لو يكون بدون صوت. الآن في عنا اختبار أيضا سريع بالنسبة لاختبار السقوط. الهاتف لو كان لا سمح الله مفتوح معك هيك وعم بتصور وسقط منك، الكاميرا السرعة اللي بتغلق فيها مقبولة وبتلحق. يعني أنا لو هون سكرت الكاميرا راح تغلق. طبعا أنا بتمنى أيضا أنها تكون أسرع، يكون في حركة ميكانيكية عند خلينا نحكي الطوارئ الإمرجنسيز إنه الكاميرا تغلق بشكل أسرع. لكن بشكل عام فيها نوع من السيفتي. أنا هون لأنك أيضا لا تنسوا أني صورت عم بعمل اختبار بمسافة قصيرة من هون لهون، تعتبر مسافة قصيرة. أما لو السقوط كان من أنت واقف بتلحق تسكر الكاميرا وما عندك أي مشكلة. نحكي أيضا أمور عجبتني بالهاتف، الشكل والتصميم والألوان اللي فيه بصراحة رائعة. بالنسبة للبصمة أنا رح أكون صريح معكم أصدقائي، لما طلع هاتف السوني وحطوا بصمة على جنب كثير عجبني الموضوع، حكيت بكثير فيديوهات البصمة اللي بالخلف حلوة وإلها بعض العيوب، بصمة بالشاشة أيضا حلوة بعض العيوب، لكن البصمة اللي على الجنب أنا شخصيا ما عندي فيها أي مشكلة. أولا بكل مكان بكيف مكان هاتفك، سواء كان على ظهره على بطنه جالس قاعد واقف، فيك توصل للبصمة بكل سهولة. المكان مريح كثير، يعني متى ما أنت مسكت هاتفك حطيت هون فتحت ما عندك أي مشكلة. يعني يا ريت الشركات أصلا تفكنا من البصمة اللي بالشاشة وتخلينا بصمات هون، أكثر أمان أكثر سيكوريتي وأنت مرتاح. ما في يفكر قفل عن طريق الوجه، بصراحة أنا بشوفها شغلة كويسة. يعني في ناس بتقولك لا أنه يا ريت خلونا إياها، إلها فائدتين وإلها يعني خلينا نحكي عيب. الفائدتين بتخف من استخدام الكاميرا، أنت باليوم بتعرف كم مرة بتفتح هاتفك، يعني مرات كثير كثيرة مو شوي. فإذا بتعتمد كثير على الكاميرا راح تهلكها.
نفس الوقت انت عم ترفع السكيورتي لهاتفك. يعني موضوع فتح القفل عن طريق الكاميرا بصراحه ابدا مو امن، لهيك اعتمدوا على البصمه واموركم تمام بتكون. تجربه الالعاب اصدقائي، كثير ناس بهمها موضوع الالعاب. اولا على شاشه مثل هاي الشاشه ما عندك اي مشكله بالنسبه للالعاب وايضا المحتوى. راح نشوف فيديوهات على الالعاب، لعبت في ببجي، لعبت في كول اوف ديوتي، ما عانيت من اي مشاكل بالنسبه، تركته على الدقه اللي موجوده فيها الهاتف. بعدين رفعت الدقه اللي ممكن رفعها لانه ايضا اللعبه بتعرف شو الهاتف اللي هي عليه، فبتحاول انها توازن بين قوه الجرافيكس والهاتف الموجود. بلعبه ببجي رفعت لحد اللي هو اقصى ممكن رفعه بالنسبه لهذا الهاتف وما عانيت من اي مشاكل. عم تشوف اللعبه وربحت باللعبتين، يعني انا عم بلعب. فمن اول جيم على الهاتف جبنا يعني تشيكن دينر، وايضا بكول اوف ديوتي كان في عنا حظ فيه وفزنا بالجيم ويعني سكور عالي. طب خلينا نرجع شوي لحديث الكاميرات. شفتوا بالفيديو كيف فعلا عمل عزل بالفيديو مباشرة بدون اي مشكلة. فكرة انه يكون معك هاتف واثناء تصوير الفيديو يكون في عندك عزل، بصراحة هاي شغلة كثير حلوة، والعزل بصراحة احترافي، يعني مو قاعد بجامل الهاتف، فعلا عجبني. الان شغلة ما عجبتني بالكاميرات، مثل ما عم تشوفوا التنقل بين الكاميرات، الكاميرا الاساسية يعني هي ال 48، طبعا هو الهاتف بيجي على الريكومندد حاطين لك اللي هي ال 12 ميجا بيكسل. اكيد اذا بدك تصور انت بهاي ريزوليوشن بدك ترفع انت لل 48. الان طريقه الرفع انا بتمنى لو تكون مود من المودات الموجوده تحت، يعني فورا تنقلها بكل بساطه. لا، هون لازم تدخل على الاعدادات، من الاعدادات نفسها تحط الشيء اللي انت بدك اياه. مثلا هيك حطينا احنا، هو حاط لك اياه على 12 ريكومندد، لا لازم تحطه على 48 لتحصل على اعلى دقه. حصلت على اعلى دقه خسرت موضوع الاي اي. هلا في ناس ما بيهمها موضوع الاي اي، انا شخصيا ما كثير بيهمني، رغم انه فعلا عم بيعطي جماليه. يعني اللي ما بيعرفوا يعدلوا ويشتغلوا على الصور لا يشغلوا الاي اي، حتى لو على 12 ميجا بكسل ما راح تعاني من اي مشاكل، راح يعطيك اللون الاخضر واضح بشكل كبير، الالوان يعطيها حقها، يتعرف على الاجسام فبيكون جيد. اما اذا حاب تصور فعلا صور اكثر احترافيه لا خليك على 48 ميجا بكسل. الان مثل ما حكيت التنقل بيناتهم ما كثير عجب. هاي الشغله هي شغله سوفت وير، يمكن حلها ببساطه انه يحطوا مود تحت يكون مثلا يسموه مود 48 بالفيديو والفوتوز والأمور هاي. فبس هي الملاحظة بالنسبة لحكيت هو موضوع سوفتوير وليس عيب بالهاتف. بالنسبة للمنافذ بالهاتف مثل ما بنعرف في عنا المنفذ التايب سي، وأيضا موجود ما زال المنفذ السماعات، بالإضافة لسماعة موجودة بالأسفل صوتها يعتبر جيد ولطيف، ما في مو سماعات ستيريو بالهاتف لا سماعة واحدة. يعني أصدقائي هي أكثر أشياء اللي عجبتني، وحكيت أنا إيجابيات سلبيات. برجع بحكي بالنسبة للون والتصميم أنا هذا أكثر اللون عجبني. في عندك هذا، في عندك اللون الأسود، بحب التدرج اللي موجود اللي بيعملوه بصراحة هواوي، لطيف الديزاين لطيف. أما بالنسبة لأداء الهاتف بشكل عام فأنا بصراحة بالنسبة للتطبيقات السوشيال ميديا والأمور اللي أنت بتشتغل فيها على هاتفك ما راح تلاقي أي مشكلة. المعالج الموجود قدر يأمن لي كل شيء أنا بدي إياه. طبعا أنا شخصيا بتمنى لو كان معالج أعلى من هذا، يعني كثير حلو فئة متوسطة ونشوف معالج عليه قوي بصراحة راح يكون يعني أقوى من الموجود بتكون حلوة. لكن الذواكر الموجودة الستة يعني خففت ضغط على المعالج، فما عندك مشكلة بالمالتي تاسكينج. يعني تقريبا هاي أكثر الأمور اللي ممكن إحنا نخصصها بالنسبة للحديث عن الهاتف. بالنسبة للأسعار، سعر الهاتف حوالي 300 دولار، تقريبا بيعادله بالدينار الأردني 215 دينار. بتوقع أنا حكيت يعني كل التفاصيل عن الهاتف وغطيته بشكل كبير. فإذا أنت من الناس المهتمين أنك تشوف تحصل على هاتف شكله أنيق بشاشة حلوة بنفس الوقت في عندك أنت بطارية عالية، فبصراحة من الخيارات الجيدة. كثير ناس عم يطلبوا مني أتحدث عن الهواتف المتوسطة، هذا من الهاتف اللي أنا فعلا يعني برشحه للشراء في حال أنك سمعت كل الميزات والعيوب وناسبوك ما عندك أي مشكلة فيهم. أنا نعم بنصح بهذا الهاتف. وأكيد قبل ما أنهي الفيديو مثل ما وعدتكم راح نروح نشوف التحدي، هل قدرت هاي الكاميرا تشيل ولا لا، وراح تشوفوا النتائج. فهذا كل شيء يعني كامل الفيديو، أتمنى يكون نال إعجابكم. خلينا ننتقل مباشرة لنشوف التحدي ونختم الفيديو. أنا هذا هو الخيط اللي راح يشيلها من هون، وهي الكاميرا الأمامية، وهذا هاتف Y9S من شركة هواوي. نحط هون نقول الله يستر، استنى شوي ترك. هاي مثل ما شايفين الكاميرا شالتها بكل سهولة ما عنا أي مشكلة. امسك
ترى أصدقائي مثل ما شفتوا الكاميرا قدرت الهاتف بكاميرا الأمامية قدر يشيلها، معناته ما عليها أي مشكلة. الكاميرا إحنا اللي معنا هنا والوزن اللي كان معنا هو 2.3 كيلو، يعني عمليا الكاميرا شالت كل هالوزن عليها فقط، وحكيت إنه هواوي صرحت إنه هي بتشيل لحد 15 كيلو، فهيك إحنا ما عنا أي مشكلة. بتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، بتمنى تكونوا استفدتوا. أي سؤال أي استفسار تقولي إياه بصندوق التعليقات. أكيد هون حابين تشاهدوا أي فيديوهات تكون من هون، تشتركوا بالقناة تدعمونا من هاي الدائرة كما قعدنا من قناة سكنستك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.